أهلا وسهلا فيكم. اليوم عنا وصفة طبعا الكل بيعرفها والكل بيعرف يسويها، بس حبينا نضيف لها مذاق مختلف شوي. رح نضيف جبنة مع البيض، منضيف شوية زيت زيتون بقلاية، بعدها منقطع الجبنة لشرايح، يفضل جبنة قليلة الملوحة، نستناها لحتى تتهوس شوي مع الزيت، وبعدها منضيف البيض، نستنى البيض لحتى يستوي شوية ونضيف عليه ملح حسب الرغبة، ومن بعدها منحطه بصحن التقديم ومنضيف عليه طبعا شوية فلفل أسود بيعطي نكهة كتير طيبة ولذيذة، وبعدها رح نضيف عليها حبة البركة، بتتقدم مع بندورة وخيار وصحتين وهنا سرفت.